سعيدة جدا بلقائكم مشاهدينا في موعدكم اليومي صباحية دوزام، موعد نسوي لا يستثني الرجال طبعا. بالمناسبة أحيي كل السيدات، كل الأمهات الأوانس بمناسبة العيد الوطني يوم السبت الماضي اللي احتفلنا به يوم السبت الماضي 10 أكتوبر. عيد سعيد لكن سيداتي، ودخول غني ومركز لصباحية دوزام لتتحيي كذلك الميلاد أو عيد ميلاد 11 لمدونة الأسرة، واللي تزامن هذه السنة يوم 9 أكتوبر اللي فات تزامن مع افتتاح دورة الخريف للبرلمان من طرف صاحب الجلالة محمد السادس. شهر أكتوبر قلت لكم دخول غني إن شاء الله. شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية حول داء السرطان، سرطان الثدي. وبالمناسبة استضفي لكم الدكتور يوسف الشامي، مختص في الصحة العمومية ومنسق البرامج بمؤسسة لالا سلمى. مرحبا بك سيدي. صباح الخير. مرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة. أهلا وسهلا. صباحية دوزام كذلك هي موعدكم مع القانون ومستشارنا القانوني بروفيسور محمد جمال معتوق. صباح النور. صباح النور سميرة. سعيدة جدا بلقائكم. بارك الله فيك. وأنا كذلك سميرة. إذن غتكون فعلا كيف قلتي مناسبة باش نتكلموا على المكتسبات ديال المرأة اللي جابت لها مدونة الأسرة، اللي حققتها مدونة الأسرة المغربية. كيف ما فهمتوا فالمرأة هي محورنا طيلة هذا الأسبوع، طيلة الشهر كذلك، مع سينا بلياشي كذلك. صباح النور. صباح الخير سميرة، وصباح الخير السادة المشاهدين. فبما أن الموضوع هو موضوع السرطان فغنحاولوا نشوفوا علاقة التغذية سواء في الوقاية أو في الإصابة بهذا المرض الفتاك. باك كل صباحية دوزام، ولا بدا شويه ديال التاويل، شويه ديال النصائح اليوميه، شويه ديال الجمال والموضه مع كل من هدى ليليا وليلى حديوي. كذلك يلتحق بنا الشاف هادي باش يوجد لنا وصفه شهيه جدا. ليلى شوي، صباح النور. صباح النور سميره، صباح الخير لكم مشاهدينا. اليوم ان شاء الله غادي تكون حلقه مميزه، بحيث في بدايه الموسم هذا استضفنا لكم مجموعه شبابيه غنائيه حققوا نسبه مشاهده كبيره عبر الانترنت، مجموعه الاغاني ديالهم غادي تكون معنا حاضر، يكونوا حاضر من مجموعه كرافاتا. الكل والمزيد صباحيه اليوم، والبدايه غادي تكون مع الصحه والدكتور يوسف الشامي. خليكم معنا. دكتور يوسف الشامي مرحبا بك صباحيه اليوم. مرحبا. صباحية الأولى في الموسم اللي غتفتتح لنا إن شاء الله، نتمنوا تكون بالخير إن شاء الله على الجميع إن شاء الله، ونتمنوا بأن كذلك المعلومات اللي غتقدم لنا تكون بادرة خير وفالخير كذلك، لأن اليوم غتكلمنا على الحصيلة ديال برنامج مؤسسة لالا سلمى السنة الماضية. يعني واش يعني لقيتوا واحد مستوى وعي تطور بالنسبة لداء سرطان الثدي؟ فعلا الاخت، فالمستوى ديال الوعي تطور بزاف من الى خدينا واحد المقارنه قبل من 2005 ل 2015، فالوعي ديال الساكنه المغربيه وبالاخص بما يتعلق بسرطان الثدي فهو تطور بزاف، لان الان عندنا اكثر من 2.5 مليون ديال النساء المستهدفات اللي اجتازوا ذاك الكشف المبكر على سرطان الثدي، واللي هو تيتوازن كل سنه في شهر اكتوبر في اطار ذاك الحمله العالميه للكشف المبكر عن سرطان الثدي. اذا على ارض الواقع لاحظتوا بان السيدات ولاو تيمشيو يكشفوا على ريوسهم، مشاو تيقلبوا ريوسهم يعني؟ فالسيدات مشاو ولاو تيمشيو يقلبوا على سرطان الثدي في جميع المراكز الصحيه المغربيه. وهذا في اطار واحد البرنامج اللي كتنظمه مؤسسه لالا سلمى بتعاون مع وزاره الصحه المغربيه، واللي تيهم النساء اللي السن ديالهم كيكون ما بين 45 و 69 سنه، لانهما النساء المستهدفات واللي تيكون عندهم واحد لو ريسك باش يجيهم سرطان الثدي. فالنساء في كل سنه كيتزادوا النساء سنه من بعد سنه، كيكون العدد اكثر. فإلا بغيت نعطي واحد المثال، ما بين 2013 2014، في 2013 كنا استهدفنا 500,000 ديال الحالات ديال النساء، في 2015 درنا 820,000. في السنة الماضية في سنة 2014 كانت مستهدفة 500,000، فوصلنا على المليون ديال النساء، وغير في جوج ديال السنوات هادو
واللي تنطلب انا الان وهو ذاك النساء اللي دابا داروا الكشف ما تيخصهمش يكتفوا بذاك الكشف الوحيد، ولكن تيخصهم يرجعوا للمراكز الصحيه باش يكون ذاك الكشف عنده واحد تيكون واحد لو سويفي استمراريه، لان البرنامج الوطني فهو كيقترح باش يكون الكشف كل سنتين عند جميع النساء المغربيات. واضح. اذا مؤسسه لاله سلمى تاسست منذ 2005 وكان من الاهداف ديالها انها تجعل من سرطان الثدي يعني من اولويات الصحه العموميه، واش نجحتوا في هذه القضيه هذه ولا لا؟ تنظن من ناحيه ديال البرنامج الوطني لمحاربه السرطان فتنظن جميع المسائل اللي دارت من 2005 حتى لدابا فهي كانت ناجحه. لان في 2005 ما كانش عندنا برنامج، ما كانش عندنا مخطط. الان عندنا مخطط وطني، وهو مخطط وطني اللي على الصعيد العالمي واخديناه بواحد النظره اللي هي نظره ايجابيه. وزياده على هذا فالان كاين واحد العمل مخطط من اول السنه حتى لاخر السنه ديال جميع المحاور ديال محاربه السرطان، ابتداء من الوقايه حتى العلاج ديال الحالات اللي هي فاتت عليها الوقت، واللي كاينين فرق طبيه اللي كيمشيو حتى المنازل ديال جميل حتى المنازل باش شبكات القرب، دايرين شبكات القرب. حنا تنهنيوكم كذلك على دور الحياه اللي لقات نجاح كبير بزاف في مؤسسه لاله سلمى. واش تقدر تكلمنا تعطينا واحد بالموجز بالايجاز فكره على البرنامج الجديد، البرنامج ديال هذه السنه هذا لمؤسسه لاله سلمى؟ فالبرنامج ديال المؤسسه اولا وهو الاخذ ديال استشفاء المرضى داخل المستشفيات المستشفيات المختصه في امراض السرطان، ولكن كذلك فبرنامج ديال الكشف المبكر فهو برنامج على طول السنه، فكل جميع المراكز الصحيه فهي كتدير الكشف المبكر، ومن بعد الكشف المبكر تيكون واحد الكشف على واش كاين ايفيكتيفمون من بعد هذوك الناس اللي تيكون عندهم بعد الاحتمال ديال الاصابه، احتمال ديال الاصابه، تيمشيو تيتوجهوا لواحد المراكز مرجعيه واللي مؤسسه لاله سلمى كتشارك في، يعني تقوموا بتوجيه كذلك ماشي غير كاين الكشف وكاين التوجيه وكاين العلاج. جميل جدا. وكاين العلاج، فهذيك المراكز المرجعيه فيها كاين الماموغراف اللي كيجيو النساء واللي عندهم واحد النسبه باش يكون عندهم سرطان تيوقع لهم الكشف بالماموغراف، وكنشوفوا واش كاين فعلا مرض سرطان ولا ما كاينش مرض سرطان. مفتوحه للجميع. فهي مفتوحه للجميع، وزاره الصحه درتها بالمجان في اطار البرنامج الوطني للكشف المبكر على سرطان. اذا استغلوا فرصه شهر اكتوبر، اذا لكل السيدات اللي تيشاهدونا يمشيو يديروا لا ماموغرافي، يمشيو يديروا الكشف، ما غادي يخسروا والو. فهو الكشف المبكر في المراكز الصحيه والماموغرافي الا كان احتمال ديال اكيد سرطان. اكيد. هنيئا لنا بمؤسسه لاله سلمى، وهنيئا لكم على كل هذه المجهودات القيمه اللي تقوموا بها في سبيل محاربه داء سرطان الثدي. شكرا لك دكتور يوسف الشامي منسق البرامج بمؤسسة لاله سلمى، شكرا لك تلبية الدعوة. نواصل فقرتنا لصباحيات اليوم، هذه المرة مع فن مع التغذية أو التربية الغذائية كما تيحب يقول لها سي نبيل العياشي، يبقوا معنا. دائما في إطار سرطان الثدي سي نبيل العياشي اليوم غادي تنورنا وغادي نشوفوا من الزاوية الغذائية شنو ممكن كل هاد السيدات يديروا باش يحافظوا على الصحة ديالهم. فأكيد أن المشكل ديال السرطان هو أصبح مشكل يعني عالمي، وللأسف أن الجانب الغذائي عنده علاقة وطيدة مع هذا المشكل ديال السرطان، سواء في الوقاية أو لا في الإصابة أو لا حتى في العلاج. فمن تنجيو نشوفوا منظمة الصحة العالمية يعني الوماس من تتهضر لنا على أسباب الإصابة بمرض السرطان، أنا ما غنهضرش على الجانب الوراثي إلى آخره، ولكن تنشوفوا تتأكد يعني ما كايناش شي أسباب مباشرة ياك باش نتفاهموا. كاين هناك أسباب مباشرة، علاش؟ لأن نقول لك نمط العيش الآن أصبح سبب مباشر في إصابة بمرض السرطان. نعطيك مثال بسيط جدا، كيف يعقل أن الطفل مثلا في عمره سنتين ولا ثلاث سنوات ولا أربع سنوات هذا الطفل ما غياكلش أغذية صحية؟ وهذه حالات كاينه، هذه حالات تنشوفوها، هذه حالات ماشي تنهضروا عليها في السماء، هذه حالات تجي عندنا وتنشوفوها. الطفل تيقول لك انا هذه ثلاث سنين ما كليت الخضره،
هو الخضره بالنسبه له هي بطاطا والمايس، هذه هي الخضره بالنسبه له. ولكن ملي تسولو اشنو تياكل، جوج ديال الحلويات في الصباح وثلاثه الحلويات في العشيه ومشروبات غازيه وما كاينش هناك حركه، فكيفاش بغيتي هذا الشخص ما يتصابش بالسرطان؟ راه ما يمكنش. طبعا الدكتور يقدر يدخل معنا في اي وقت طبعا. فهنا ملي تتهضر منظمه الصحه العالميه تتهضر اولا على مشكل الزياده في الوزن بين الاسباب. هي صحيح. مشكل ديال التغذيه ديال نمط العيش، ملي تنهضروا على مشكل التغذيه حنا انا اللي تيبقى فيا الحال هو ان المغرب النظام الغذائي المغربي هو نظام غذائي يقي من السرطان، لانه نظام غذائي اولا غني بالالياف الغذائيه. هذه النقطة الأولى، ما غندخلش أنا في التفاصيل. نظام غذائي غني بالأملاح المعدنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة. ولكن للأسف منين تيتبدل الشاي بالمشروب الغازي، منين تيتبدل الطاجين والرفيسة والعدس بالهمبرغر والبطاطا مقلية في الزيت، منين تيتبدل اللوز والقرقاع بالحلويات، فهنا أكيد أننا خصنا ننتظروا أمور اللي هي غير جيدة وأمور اللي هي غير صحية. المشكل اللي كاين الآن هو أن أنا ما تنقولش، أنا ماشي ضد، انا ما تنقولش الناس ما تاكلوش، ولكن كاين هناك ليس على حساب الماكولات. هذه النقطه الاولى، لان جوج النقط الان اللي هما اصبحوا خطيرين في المجتمع ديالنا. ربما احنا غنقول الناس القدام ربما ما كبرناش بهذا الشكل اللي كاين الان. صحيح ان كاين هناك اغراءات بالنسبه للاطفال، صحيح ان كاين هناك الجانب الاشهاري، ان كاين هناك ملي تمشي مثلا عند البقال وتمشي مثلا للسوبر مارشي كاين هناك مجموعه ديال الاغراءات، ولكن الاباء خاصهم يفهموا واحد المساله. انا ما تنقولش ما تعطيش للطفل، ما تنقولش انا ما غنشربوش مشروبات غازيه، ولكن غنشرب كاس مثلا في الشهر ولا كاس ثلاثه السيمانات ماشي مشكل. ولكن راه كاين اختي سميره اللي تيشرب في الغداء وفي العشاء، ونقول لك انا كاين اللي تيفطر بها الصباح. كيف يعقل انك فاطر بمشروب غازي واكل مقليات في الغداء وداز شهرين ثلاث شهور ما دخلتيش حبه ديال اللوز ولا حبه ديال التمر للجسم ديالك وبغيتي ما يجيكش السرطان؟ ما يمكنش. هي مسألة وقت فقط. هذه دراسات، أنا ما تنهضرش من فراغ. ملي تجي الآن تتلقى منظمة الصحة العالمية هما تنصحوا بخمسة ديال الخضر والفواكه. علاش؟ لأنهما بالنسبة لهم هما، حيت ما كايناش، حيت الثمن ديالها مرتفع. علاش حنا في المغرب غنصحوا بخمسة؟ نقدروا نصحوا ب 10 ب 15 ب 25 ب 2 كيلو إلا قدرتي عليها. حنا غير الكسكسو ديالنا راه فيه سبعة خضر. هنا دابا هنا لأن كاين هناك، اسمح لي أختي سميرة، كاين هناك تقليد أعمى للجانب الغذائي. لان اصبح ان الانسان، ان الام، يعني اسمحوا لي انا غنكون واضح وربما نكون شويه صعيب، لان هذا الشيء تيضر، لان ربما الدكتور غيمشي معايا. هذا مرض اللي تيهلك الناس في جميع الجوانب. راه غير لو فيت ان تسمع واحد الشخص تصاب بالسرطان تتقول الله يسر 10 المرات، الله يسر الله يسر الله يسر الله يسر. علاش؟ لان ما قادرينش على هذا المرض، لا في الجانب المادي ولا في الجانب المعنوي ولا من جميع الجوانب. كيف يعقل ان ولات موضه بين الاباء وبين الامهات انهم يديوا الابناء ديالهم للمدارس مقليات في الزيت مع مشروبات غازيه؟ عندما يصبح التباهي في هذا الجانب، هذا هنا تصبح مشكل. عندما يصبح التباهي بين الشباب انه غادي في الزنقه وهز مشروب طاقي ولا مشروب غازي بالنسبه له، يعني راه شي حاجه، هو صافي بارتي دو لا مود. وهنا بطبيعه الحال هنا ناقوس خطر. غنرجع في رايك نرجعوا للعادات المغربيه التقليديه. ما كاينش محكمه، راه منظمه الصحه العالميه، راه امريكا الان واوروبا والغرب راه رجعوا ليها، ماشي رجعوا ليها، هما ما كانتش عندهم، هما مشاو ليها، قلدونا فيها، هما مشاو للنظام الغذائي المغربي وحنا بعدنا منه. وهنا فين كاين الخطر؟ داك الشيء اش نقول، ان المساله بالنسبه للمغاربه مساله بسيطه جدا وسهله ورخيصه. علاش؟ شحال ساوي كيلو العدس؟ شحال ساوي كيلو البلبوله؟ انا غنرجع للبلبوله، شحال ساوي كيلو؟ 7 دراهم الكيلو. كيلو البلبوله يغدي لك 6 الناس ولا 7 الناس ديروا بزلافه اللبان وشرب سايكوك، وغذاء مضاد للسرطان. بالرد ديال اتاي مع تبصيل ديال اللوز مضاد للسرطان. انا بغيت نشير لواحد المساله، لان كاين الان في صفحات الانترنت والمجلات الى اخره الاغذيه المقاومه للسرطان، الاغذيه المضاده للسرطان، تقي من جميع الاغذيه الطبيعيه تقي من السرطان بدون استثناء. ما نبقاوش متفق دكتور، متفق معاه. والى الى الى مشينا في هذا الطريق، تحسين نمط العيش ما فيهش غير التغذيه، فيه حتى الحركه الرياضيه. طبيعه الحال هي النقطه اللي بغيت نختم بها. وسميتو محاربه التدخين، السيجاره، محاربه التدخين ومحاربه الكحول، فهما هادو 4 ديال الاعمده ديال تحسين نمط العيش. والى كان عندنا واحد البرنامج مثالي ديال تحسين نمط العيش، فتيمكننا نوقيو حتى 40% ديال خطر الاصابه بالسرطان. سرطانات. هاد 4 النقط اللي تكلمت عليهم دكتور، يعني سهل اننا نقوموا بهم، نرجعوا للنظام الغذائي التقليدي في المغرب ديالنا، لان عندنا كل شيء متوفر.
انا بغيت نشير نصيحه سواء للناس المصابين او للناس اللي بغاو يقيو نفسهم، ما يبقاوش يمشيو في هذيك خلط هذه مع هذه وراه غتعطيك هذه وزيد هذه على هذه باش تداوي هذه، هذا الشيء راه ما كاينش. انا ربما نهضروا على الاصابه بالسرطان في الحلقه القادمه، وحتى بالنسبه للوقايه المساله بسيطه جدا، نعتمدوا على الاغذيه على النظام الغذائي ديالنا الطبيعي. مره مره درنا شي غلط ماشي مشكل، ماشي عيب انني نطيب للدري مثلا نهار السبت ولا مره في الاسبوع بطاطا مقليه في الزيت، ماشي مشكل، ماشي عيب انني نعطيه حلوه مره في الاسبوع، ماشي انا ماشي ضد، ولكن عندما يصبح هذا الشيء ثلاث اربع مرات في اليوم ماشي حتى في الاسبوع، هنا اكيد هذا ناقص خطا اللي خصنا نردوا له بال. وكاين مساله الحركه، منظمة الصحة العالمية تصدر على 150 دقيقة في الأسبوع اللي هي 30 دقيقة في اليوم. مسألة ماشي صعيبة، حتى اللي ما عندوش فين يديرها يديرها في داره، يتمشى غير في البيت، يتمشى غير في الصالون، راه داخلة في الحركة، خاصنا نتمشى. واستفدوا من الهواتف الذكية دابا، راه ولاو تيديروا لنا شحال من خطوة درتي في النهار ولا شحال من كيلو. تيديروا هذا في التليفون هذا في التليفون تيتمشى. تماما، استفدوا منا بطريقة إيجابية. شكرا لك سي نبيل عياشي على كل هذه المعلومات القيمة. نرجعوا يعني النظام الغذائي ديالنا التقليدي اللي دائما تندافعوا عليه يكون أحسن. نمشيو اللحظة عند هدى جنان ونصيحة اليوم. جنان شقنا ليك، انا شقيت لكم سميره، صباح الخير عليكم. اليوم غنبداو هذا النهار هذا بشويه ديال الملحه. كنعرفوا بان كنبغيو نديروا الشغل في الدار، وشي مرات ما تيكونش عندنا المواد الكيميائيه اللي كنقدروا نستعملوها باش نديروا شويه ديال نيتواياج. فاليوم كنقترح لكم الملحه، ونشوفوا علاش غادي يمكننا نستعملوها، كيفاش غيمكننا نستعملوها باش ننظفوا بعض الاشياء اللي كتكون توجد عندنا في الدار واللي كتكون مهمه جدا اننا ننظفوها. اذا فهمنا بان الملحه تصلح للنظافه. ضروري غادي تصلح النظافه. فاول حاجه كنعرفوا بان الناس في البوادي كيكون عندهم بزاف هاد الطبوقه، اولا حتى هنايا كاين اللي كيستعملهم في الكوزينه، كيحط فيهم الفواكه اولا يعني الخبز اللي بغى. فهنايا كيتوسخوا، ملي كيتوسخ هذا باش غادي يمكننا ننظفوه كناخذوا شويه ديال الماء وغادي نديروا معاه فرشاشه بحال هكذا، نديروا معاه واحد جوج معالق ديال الملحه، حيت كنعرفوا بان الملحه كذلك هي مضاد للجراثيم، كتحيد حتى هي الجراثيم، ومنها كتحيد الاوساخ اللي كتكون عالقه بهاد الطبوقه اللي كيتوسخوا. غادي نحاولوا ما صعب تنظف لان فيهم دخيلات بزاف، داكشي علاش غادي نديروا حنايا رشاشه. كنديروا رشاشه وكنرشوا على هذا الشكل هذا طبق كامل، ومن بعد كتبقى لنا ديك الساعه الا كان غير بحال هكا فيه طبيعه غادي نديروا له غير الرشاشه بحال هكا نرشوه كامل، ومن بعد نمسحوه بواحد المنديل اللي هو نقي باش كنحيدوا ديك الغبره اللي كتكون فيه. الا كانوا فيه طبايع مزيان اولا داخلين فيه داك الوسخ في الداخل، ناخذوا بحال شيته ديال السنان اللي تكون باقا جديده ونشيتوه ونمسحوه، وبالتالي كيتحيدوا منه كل الاوساخ، وكذلك كنحاولوا ما امكن نحيدوا الجراثيم اللي كتكون نعقموه. هذا كيكون كذلك صالح بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الجرده وكيكون عندهم داك الكراسه ديال القصب، حتى هما كنضفوهم بهم الغوطه كيتنضفوا غير بالماء والملحه، وكيكون النتيجه ديالهم رائعه جدا لان كيعطي واحد كيتلمعوا ما تيبقاوش موسخين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه عندنا كذلك بالنسبه للقراعي ديال الزاج اللي كنكونوا اولا لي زاكواريوم، كنعرفوا من ان تيكونوا درنا فيهم الماء بمده طويله كيولي عندهم بحال هكا اييه كيولي عندهم شويه ديال الصفوريه من الداخل. باش غادي يمكننا نحيدوا هذه الصفوريه كناخذوا الملحه بحال دابا قرعه هكا غادي نديروا فيها واحد ثلاثه المعالق ديال الملحه وغادي نديروا فيها الماء نعمروها بالماء. تكلمتي على الاكواريوم، طبعا الاكواريوم يكون خاوي ما فيهش الحوت طبعا. اييه هو ضروري خصنا نحيدوا الحوت ونقتلوه، دونك غادي نديروه بحال هكا وغادي نخليوها لمده ديال 24 ساعه، يعني غادي تثبات في الماء ديالها، وبالتالي الصبح ما كيبقى لنا غير نغسلوها، داك الصفوريه كامله اللي كتكون داخل كتمشي. الا كانت الصفوريه كثيره بزاف وحاشتنا بديك القرعه او ديك الاكواريوم تنقى وما يبقاش فيها ديك الوسخ، نديروها جوج المرات، يمكننا نديروها نبدلوا الماء ونعاودوا نديروا ماء واحد اخر باش يمكننا ننقيوها. عندنا كذا هذه كلها كنقولوا بان كنبغيو نديروا الشغل في الدار، ولكن ما عندناش هاد المواد كيما قلنا اللي غيمكننا ننظفوا بها، نشوفوا شنو هو عندنا متواجد في الدار. فالملحه ديما كتكون يمكننا نستعملوها. بالنسبه للخشب شي مرات كيكون عندنا الطبله وكيجيو الناس كيحطوا داك العصير ديالهم فوق الطبله ديال الخشب، كتبقى كلها بحال هنايا كما كتشوف هنايا كلها مطبعه. باش غادي يمكننا ننظفوها غادي ناخذوا دائما غير الملحه، ندير واحد شويش ديال الملحه
في واحد الاناء ونديروا هنايا شويه ديال الماء بحال بحال العجينه، ما نكثروش الماء بزاف، غادي تبقى شويه بحال غادي تجي عجين بحال اون بات اون بات بحال هكذا. غادي ناخذوا واحد المنديل اللي يكون هو رطب، الملحه ناخذوا الملحه اللي هي رطبه ما ناخذوش الملحه اللي هي حرشه، وكناخذوا بحال هكذا نمسحوا ديك الطبيعات اللي تيكونوا عندنا داك الطبايع اللي تيكونوا ديال الكاس اللي كيكون لاصق في الخشب ما تيبقاش وبالتالي كيتحيد وما كيخسرش الخشب، ما نخافوش عليه. كذلك الا بغينا نعقمو من بعد ما كنحدبا نقطعوا اللحم ولا على اما الخلق القراده اللي كتكون اون بلاستيك او ديال الخشب حتى هي نطفوها غير بشويه ديال الماء والملحه قبل ما ندوزو. لا هذا الشيء يتغسل من بعد ما نغسلوه بالصابون كنعاودو نعقمو بشويه ديال الماء والملحه باش كنحيدو منها كاع ديك الجراثيم اللي تتكون فيها. عندنا كذلك حاجه اخرى اللي يمكننا نستعملو فيها الملحه، هو كنعرفو بزاف ديال الناس عزيز عليهم الورد اللي كيكون اما ديال الثوب اولا ديال البلاستيك وكيكون مره كيتغبر، فاش كيفاش غيمكننا نحيدو هاد الغبره هادي؟ شي مرات الا بقينا كنغسلوهم بزاف ديال المرات كيخسرو، فلهذا كنقترح عليكم ناخذو واحد الميكا واحد البلاستيك اللي كنديرو فيه القيمه ديال واحد خنشه ديال الملحه، ملحه راه رخيص الثمن ديالها، وناخذو كندخيوه على هذا الشكل هذا وكنفركوه باش كنحيدو الملحه حتى تشد لنا هذيك الغبره. ايه الغبره كتحيدها وما كيبقى لنا غير نصوصوها ديك الساعه، نحيدو نصوصو ديك الملحه اللي عندنا وبالتالي الورد داك تيتنظف وبطريقه اللي هي دي سهله. كنعرفوا بان كذلك الملحه يمكننا نستعملوها باش نظفوا لهاد النقره، تيكون عندنا هاد لي بيجو اللي هما ديال النقره كيمكننا غير نمسحوها غير بالملحه كتشوف الفرق كيفاش كتضوى كتحيد داك الوسخ اللي كيكون فيها. كيمكننا نضفو بها كذلك النحاس حتى هو كيولي النحاس اللي تيكون حقيقي، لان بقيت نعقل على النحاس فاش درتي نص مطيشه في الملحه وحكيتي بين النحاس كان رائع تيجي هانتي شوت هذه كيفاش كيولي كتولي نقيه بزاف. هلا اين كما قلت لكم هادو هما الاستعمالات اللي يمكننا نستعملوا فيهم فقط الملحه للتنظيف الى حسنا بزاف ديال الاشياء اللي تتكون عندنا بلا ما نحصلوا، لان هذه كتبقى واحد الطريقه اللي هي رخيصه ما كنستعملوش مواد اللي هي كيميائيه وبالتالي موجوده عندنا في الدار ثاني ما عندناش مشكل باش نستعملوها. شكرا لك هدى جنان على فكره اليوم، تلقاو غدا ان شاء الله وفكره اخرى. اللحظه غادي نمشيو عند بروفيسور محمد جمال معتق باش نتكلموا على موضوعنا القانوني لنهار اليوم، خليكم معنا. إذا كيف ما سبق وذكرنا استفنا مؤخرا بالعيد ميلاد 11 لمدونة الأسرة، مناسبة نوقف فيها اليوم على الحصيلة ديال هذه المدونة من بعد 11 عام. طبعا بروفيسور محمد جمال معتوق غادي يعطينا من رأيه ومن وجهة النظر ديالو شنو مال المكتسبات، شنو هي هذه الحصيلة هذه؟ على العموم إيجابية بعدا؟ لا أكيد أكيد مسائل مهمة جدا جابتها مدونة الأسرة وكانت خطوة مهمة وتاريخية بالنسبة للبلاد ديالنا المغرب بالمقارنة مع بلدان عربية واحدة أخرى، يعني كاين جرأة كاين شجاعة، ولكن ما تيخصناش نفرغوا هذاك المقتضيات ديال مدونة الأسرة من المضمون ديالها ومن الروح ديالها اللي عنده علاقة بتقاليدنا وبديننا وبتاريخنا وبهويتنا طبعا. وغادي نشرح، غنتكلم غير على ثلاثة ديال الحقوق اللي هي مهمة اللي جابت مدونة الأسرة، غير ثلاثة ولكن كاينين بزاف يعني نبقاو نهضروا حتى نشبعوا وما غاديش نسالوا شنو جابت مدونة الأسرة. ثلاثة اللي هي مهمين، غنهضر على الأهلية، غنهضر على اقتسام الممتلكات من بعد التطليق أو من بعد الطلاق ديال الزوجين، وغادي نهضر على المسألة الثالثة التطليق للشقاق. هادو ثلاثة، الأهلية، اقتسام المكتسبات، والتطليق للشقاق. بالنسبة للأهلية، قبل 2004 كانت المرأة باش يمكن لها تزوج خصها لازم باها اللي زوجها أو خوها أو عمها أو الوالي ديالها. إذا ما يمكنلاش تزوج راسها براسها. اليوم لا، عطات مدونة الأسرة هذا الحق للسيدة المغربية اللي عندها 18 سنة، خصها تكون تبلغ سن الرشد 18 سنة، وهنا ما كاينش فرق بين الذكور والإناث بجوج 18 سنة باش يمكنهم يتزوجوا، تيمكن لها تزوج نفسها بنفسها. المقصود الغاية من هذا الشيء هذا ماشي باش تجي البنت مع على برا وتجيب لباها راجل تقول له ها هو اللي اختاريت غادي نتزوج به ولا راني تزوجت به، حيت الحق تيعطيني نتزوج به، لا.
المقصود من هذا الغايه ديال هذا المقتضى هذا هو انه الراجل، لانه للاسف عندنا في المغرب بزاف ديال الرجال الاباء اللي كيبيعوا ويشريوا في بناتهم، ماشي كثار ولكن موجودين. هاد الحقائق ديالنا ما خصناش نخفيوها. إذن جا القانون باش يحمي هاد الفتاه هادي من هذاك الاب اللي ما غيراعيش لديك البنت، وغادي يزوجها بالسيف عليها لواحد يمكن كبر منها في السن، اللي يمكن ما عندهاش معاه توافق لا اجتماعي ولا سياسي ولا ثقافي ولا ديني ولا حتى حاجه ما كتربطها بداك الراجل، وكيفرض عليها يتزوج. إذن جا القانون باش يعطيها هاد الحق هذا. إذن حق الولايه خصنا نحسنوا الاستعمال ديالو. الحق الثاني هو اقتسام المكتسبات، وهنا كاين واحد المشكل عندنا كبير على اساسه، على هذه الفكره اللي النهار الاول فهموها الناس وخاصه النساء، وقع واحد العدد ديال الطلاق كبير، الاحصائيات طلعت في الطلاق. علاش؟ حيت النساء كانت تظن بانه بمجرد ما تطلق راجلها راه داك الشيء اللي كسب هو وداروا في سميتو من بعد ما تزوجوا غتقسم معاه النص. هذا خطا. المبدا عندنا في الذمه الماليه ديال الزوج مستقل على الذمه الماليه ديال الزوجه، لمال الزوجه لها اللي في سميتها ديالها واللي في سميتو ديالو. هذا هو المبدا. ملي كيبغيو يتزوجوا من حقهم يتفقوا على عكس هذا المبدا. اشنو كيتفقوا؟ تيقولوا غادي ندير واحد العقد، وهنا العدول مطالب اللي النهار اللي كيقول لها غادي تزوجوا واش قابله بنتي تزوجي بهذا الراجل، تيقول لها راه عندكم الحق بجوج تفقوا انكم ديروا واحد العقد وتقولوا كل ما غادي نكتسبوا من بعد الزواج غيكون مشترك بيناتنا، ديروا في سميتك ولا نديروا في سميتي ماشي مهم، المهم هو اننا اذا درنا داك الوثيقه وخا يكون في سميتك الا طلقنا غتعطيني النص حيت اتفقنا اننا نقسموا. الا ما درناش هذا العقد غادي نرجعوا للمبدا العام. شنو هو المبدا العام؟ ديالك ديالك وديالي ديالي. مزيان. دابا ملي كتطلق المراه كتمشي دير تطليق مثلا، وكتجي كتقول لك راجلي شرا عنده دار تتزوجنا وعنده واحد الطوموبيل وشرا واحد الارض انا عندي فيهم حقي، تمشي للمحكمه. هو القانون عندنا الفصل 49 من مدونه الاسره، 49 الا ما كانتش الذاكره ديالي كتسخني، ماشي 149، 49 تيقول بانه من حق الا ما اتفقناش على اننا نشتركوا في الممتلكات المكتسبات، من حق المراه ومن حق حتى الزوج، الزوجه والزوج راه ما كاينش فرق، ملي نطلقوا انه يطلب من المحكمه انه يعطيها او تعطيه قسط من داك الشيء اللي كيملك هو او اللي كتملك هي، الا ثبتات بانها ساهمات فيه. اذا شنو خصها او شنو خصو؟ تثبت بانها ساهمات فيه وخصو حتى هو يثبت. يعني راه ما كاينش الفرق باش نكونوا واضحين في هذه النقطه، ماشي غير المراه اللي تطلب، حتى الراجل من حقه يطلب الى المراه كتبت في سميتها شي حاجه وهو ساهم. اذا باش يمكن لها تثبت، القانون تيجيب ثلاثه ديال الكلمات، وهاد ثلاثه الكلمات كنسميهم انا كلمات عقيمه، عقيمه لا جدوى من هذه الكلمات. تقول لك العبء، الاعباء التي تحملت الزوجه او تحمل الزوج، يعني غادي نثبت بانني تحملت الاعباء، نثبت بانني قمت بمجهودات، كان ندير نثبت هذه المجهودات، ثم نثبت بانني بعملي. هادو كلهم كنسميهم بالفرنسيه سي دو سوبجيكتيف، سا غوليف دو سوبجيكتيف. اذا ملي كتجيب الزوجه او الزوج ما يفيد بانها ساهمت في الممتلكات ديال الاخر، المحكمه يمكن لها تحكم انها تعطيها او تعطيه قسط، واش هو 50 واش هو 40% واش 10% على حسب بس ساهمتي. وكتبقى اليوم الوسائل الاثبات الوحيده من الوسائل المهمه هي الشيك. ملي كتعطي لشي واحد الشيك وكيبدا بداك الشيك مباشره بعد ما عطيتيه الشيك مشى شرا دار وسجلها وحفظها في سميتو، كنربطوا بين العلاقه ما بين الشيك وبين الدار، تنقولوا اه هذا اثبات. حاله اللي هي اثرت فيا بزاف، وهي واحد المراه، غادي نعاودها سميره في دقيقه، مرة 30 عام وهي كتشتغل، كتنوض 5 الصباح كدير المسمن الملاوي وراجلها ما تيخدمش ما تيخدمش، وعاد تيتعطل السلوكات يعني مفلسه. كتنوض هي في 5 الصباح كتعجل الملاوي وكتمشي وكتبيعهم وكتخبع الفلوس، ما عندها لا بنكه لا حتى شي حاجه، كتخبع ديك البركه اللي حصلت عليها ديك النهار كتخبعها. من بعد 30 عام جمعات الفليسات ديالها وقال لها نشريو شي محل، المحل اللي شراو شراو كراج، هذاك الكراج داروه هو محل الحلاقه وسجلوا في سميتو وحفظوا مغزال، وبدا تيخدم. القضية تحركت عنده، أول ما دار شنو هو؟ طلق مرته. يا لطيف. نط هي كتمشي للمحكمة كتجيب شهادة اللافي في 12 شاهد، شهادة عدلية، الجيران كلهم تيشهدوا بأن هي اللي كانت خدامة وهو ما خدامش، والمحكمة ما عطاتها الحق حتى في شي حاجة في ذاك المحل. إذا صعيب جدا، هنا كنشوفوا بأنه ما وصلناش للعدالة، ما كاينش إنصاف.
إذا تخصنا هذه الكلمات نحاولوا نبسطهم أكثر ونمشيو مباشرة للنقطة اللي خصنا نمشيو لها. وآخرا النقطة الثالثة اللي هي تهي مهمة جدا هو تطليق الاشتقاق اللي ما كانش عندنا قبل 2004، اللي كانت المرأة تيمكن لها مسكينة تكون مكرفصة مع الراجل عامين ثلاث سنين اربع سنين وهو كيضربها وتيتكرفس عليها وما تيقومش بالواجبات ديالو وكتمشي للمحكمه وكتطلب بغات تطلق وكتبقى خمس سنين ست سنين سبع سنين وهي كتطلع في جيب المحكمه خصها تثبت علاش بغات تطلق. الا قالت للهجره خصني تثبت بانه هجرني، الا قالت ما كينفقش خصني تثبت هو تيقول لك انا كننفق انا كيجيب الجيران انا كننفق اذا كيعنفني فين هو الشهود لاله بانه كيعنف قال لك تحتي في الحمام تحتي في الدروج انا ما ضربتكش كنبقاو الملف كيروج في المحكمه عامين ثلاث سنين اربع سنين خمس سنين والمراه كتعاني. هادشي غيديها للسرطان الموضوع اللي كنهضروا عليه اليوم. صحيح صحيح، لان عوامل نفسيه تزيد من اللي السرطان من اللي كتبقى ست سنين وسبع سنين وما كتوصلش للطلاق. الا وصلت راه خصها تكون فرحانه من بعد ومن بعد سبع سنين شمن طلاق هذيك الساعات من بعد ما عانت السنوات كلها. اذا اليوم المراه ملي كتمشي للمحكمه الا لقات، ولكن انا عاوتاني مره اخرى سميره، نوض المراه اليوم بغات تطلق من راجلها كتمشي للمحكمه عندها نظريا حد اجل اقصى باش المحكمه تحكم لها بالتطليق ست شهور. الا كان هناك استثناءات عراقيل في الملف الى اخره. ست شهور المحكمه غتثبت وغتطلق، واخا يجي هو للمحكمه ويقول انا ما بغيتش نطلق، المحكمه غتستجب الطلب ديالها وغادي تطلقها. وهو ايضا الا مشى يطلق حتى هي واخا تقول انا ما مطلق، اذا هذه الاراده ها هي غير هنا تخص المراه تحسن الاستعمال ديال الحق اللي تعطاها، إن ما تعسفش، ماشي غير واحد النهار صبحات ماشي هي هذيك غتنوض تمشي وتقول غادي نطلق. إذا هادو هما المكتسبات الثلاثة اللي شفتي بأنهم تحققوا بالنسبة لمدونات الأسرة، أكيد هناك لا زالت ثغرات، خاصنا نرجعوا لها ونتكلموا على الحوايج اللي خاصها مازال تطبق في مدونات الأسرة، أكيد غادي نرجعوا لها في صباحية دوزام لاحقا، شكرا لك بروفيسور محمد جمال معتوق، اللحظة غادي نمشيو عن شيف الهادي ووصفة اليوم، خليكم معنا. شكرا لهدي، صباح النور. صباح النور سميرة، صباح الخير المشاهدين الكرام، اليوم إن شاء الله